أسباب محدودية دعم جمعية المجتمع المدني للسيدات والسادة والمحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة، فتفضل أحد واضع السؤال. مشكورا. تفضل سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. السيد الوزير، نطرح سؤال يتعلق بمحدودية الدعم المقدم للجمعيات في جانبه الخاص بالحكمة والتقنين، فما هي الإجراءات المتخذة لتدارك الاختلالات الخاصة في هذا المجال؟ شكرا. جواب سيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد النائب المحترم. موضوع الجمعيات وعلاقتها بالتمويل والشراكة بصفة عامة فيه العديد من الاختلالات. العفو سيد الوزير، فعلا كاين إشكال ديالها. سيدة والسادة والمحترمين، أكرموا السيد الوزير والسيدة والسادة النواب. تفضل سيد الوزير. قلت السيد الرئيس بأن هذا الموضوع ديال العلاقة ديال الجمعيات مع موضوع الشراكات والتمويل، الحوار الوطني حول المجتمع المدني كشف عدة اختلالات، من بينها سؤال المحدودية، من بينها سؤال الحكامة إلى آخره. ولكن اللي خصنا نتفقوا عليه هو أنه ما عندناش اليوم تقاليدنا السابقة أي تقرير مرجعي شامل وضافي ومستفيض عن موضوع التمويلات. وهذا الحكومة اليوم في إطار تفعيل توصية الحوار الوطني ستنجز إن شاء الله أول تقرير حول حالة المجتمع المدني بما يتعلق بذلك في شقه المتعلق بالجانب المالي، سواء التمويلات الداخلية أو التمويلات الخارجية، وسيقدم للبرلمان، وغادي يكون أول وثيقة تسمح بفتح نقاش حقيقي حول موضوع هذه الإشكاليات، سواء المحدودية أو الحاكمة أو ما شابه. شكرا. شكرا سيد الوزير. تعقيب أحد واضع السؤال، تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كاين جمعيات اللي كتقوم بجهود استثنائي ولازم نشجعوها ونتنيو على العمل اللي كتقوم به، سواء داخل الوطن أو خارج الوطن من خلال الدبلوماسية الموازية، وخاصة في المحافل الدولية. سيد الوزير، المؤاخذات اللي كاينه هي كالتالي: اولا، كاين غياب اليه للتنسيق بين الجهات المانحه كالجماعات الترابيه والقطاعات الحكوميه وغيرها. كاين مشكل في التنسيق سيد الوزير. كاين هناك جمعيات اللي كيستافدوا من الدعم من جميع هذه الجهات دون ان يكون هناك رقيب ولا شي حد اللي غادي يتبع هذا الشيء. كاين ثانيا عدم نشر اسماء الجمعيات اللي استفدت من الدعم وخاصة من الخارج. السيد الوزير، ضروري أن الحكومة تقوم بجهود في هذا المجال باش تراقب يعني الدعم اللي كيجي من الخارج وفين كيمشي واش كيقوموا به هذه الجمعيات. كاين جمعيات فعلا اللي كيشتغلوا ولازم ما نشجعوهم، ولكن كاين جمعيات اللي كيخدموا ضد المصلحة ديال البلاد، وهذا الشيء السيد الوزير كيخصكم تقوموا بالواجب في هذا المجال هذا. شكرا. شكرا. تعقيبات إضافية في السؤال. رد السيد الوزير. شكرا السيد الرئيس. حقيقة يعني توصيات الحوار الوطني اللي رجعتوا لها، كل هذا الشيء اللي اشرتوا ليه موجود. والجواب الحكومي المسؤول حول هذا الموضوع هو أولا إنتاج تقرير وطني، أول تقرير من نوعه غادي يكون مفصل، ثم إنتاج منظومة قانونية جديدة في إطار مدونة شاملة للحياة الجمعوية، سيكون من أهم أبوابها موضوع الشراكات والتمويل والمحاسبة والشفافية والحكمة كلها، وإن شاء الله سنجيبه لكم في وقت قريب إن شاء الله ما يدوز في المسار التشريعي العادي. شكرا لكم.